هذه الدوره مفتوحه للعموم، مفتوحه للشعب، مفتوحه للمستشفى. مرحبا بكم، تحت فينا ما يقدر يخرج من برا لان لا انتوما قاصدين. اليوم انا جاوني الناس ذوي الاحتياجات الخاصه، وراكم تسمعوا من الناس ذوي الاحتياجات الخاصه باش يلتحقوا بنا داخل المجلس، واستقبلت واحد المشروعيه وجات المشروعيه وحيده. انا من ما حد عنده ما يقدر ينتزع لكم الحقوق ديالكم، راه انا اللي نقدر ننتزع لكم. كاين عندنا مشكل الولوجيات، بالنسبه للولوجيات احنا الطوبيس ما تنخلصش. تعطي الكلمه ديالها هي احنا بكم. معكم بوخريس نور الدين، عضو التنسيقيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه. كما كتشوفوا اليوم جينا باش نحضروا الدوره الاستثنائيه ديال مجلس مدينه الرباط للتشاور وللحوار مع السيده العمده الجديده، لان في المجلس السابق كانت عندنا جلسات ماراثونيه مع السيد العمده السابق من اجل واحد جوج النقاط. النقطة الأولى اللي هي مجانية النقل العمومي، اللي كانوا فئة الأشخاص وضعية إعاقة كيستافدوا من المجانية، ولكن نجت الشركة ديال أرزا سيتي باس حرموا الإخوان وضعية إعاقة من المجانية. هذا السبب علاش راجع؟ هذا السبب راجع الدفتر التحملات اللي وقعت مؤسسة تجمع العاصمة مع الشركة، ما داروش فيه البوب ديال المجانيه ديال الاشخاص وضعيه الاعاقه، مع العلم ان اشخاص وضعيه الاعاقه ما يزيد على 38 سنه هما اللي كيكبوا بالمجان. حنا عطانا السيد العمده السابق وعود كاذبه ونصب راسو هو المحامي ديال الفئه، ولكن لاغراض في نفس يعقوب تيورينا وثائق اللي هي مغشوشه، وتيدير مكالمات هاتفيه على اساس انه كيهضر مع المسؤولين باش يحلوا المشكل، هو كيهضر مع الكتيبات ديالو. هادشي كلشي كيوصلنا، لهذا حنا جينا اليوم باش نمشيو حوار كما قلت لكم مع السيده على وجهه جديده، ونديروا نجلسوا على واحد النقاط اللي هما قلت لكم مجانيه النقل وعدم استفاده الاشخاص وضعية الاعاقه من المشاريع الاجتماعيه اللي كتنفذها الجماعه باتفاق مع الولايه. هاد الناس التانيين حنا غنقولوا المطالب ديالنا هي كما قلت لكم مجانيه النقل الحضري العمومي، والاستفاده من مشاريع ذات الدخل الاجتماعي الممتلئه في اسواق النموذجيه وفي مرائب السيارات. حنا كنطلبوا هذه العمده باش تكون واحد الكوطه لهاد الناس باش يشتغلوا في هذه الاسواق النموذجيه وفي هذه المرائب ديال السيارات، لان ملي كنطلعوا الميزانيه العامه ديال المجلس كنلقاو زيرو درهم بالنسبه للملف ديال الاشخاص وضعيه الاعاقه والاوضاع ديال الاشخاص وضعيه الاعاقه اللي خص الجامعه الحضاريه والسيده العمده تاخذ هاد الناس بعين الاعتبار وتهتم بهم. هادشي ملي كنشوفوا في الواقع ما كنلقاوش. هادوك الناس ديال ذوي الاحتياجات الخاصه جاو عندهم حقوق، عندهم طلبات اللي هما معقولين، تيطلبوا المجانيه في النقل كان عندهم وتحيد لهم في الولايه السابقه مع شركات ديال النقل اللي جاو. حنا غنشوفوا هاد المساله، طلبوا لي ولوجيات، حنا الولوجيات راه حنا برمجناها وغنبداو فيها ابتداء من شهر واحد، وطلبوا الكوطه ديالهم في التشغيل. دونك انا قلت لهم انا غنشوف لكم هاد المسائل، كانوا شاعلين في الاول ديال الجلسه،
هبطت عندهم وتحاورت معهم وكانوا الناس في غايه الادب. معني سامي قلت لهم الله يخليكم انا غنشوفكم مباشره من الجلسه، دابا خلينا نكملوا الجلسه. ايفيكتيفمون التزموا بالصمت، وفصل الجلسه خليت النائب الاول بعد ما تاكدنا من السيروره الصحيحه ديال الجلسه، خليت النائب الاول كمل الجلسه ديالنا واستقبلتهم وتفاهم هضرنا انا وياهم واعطيتهم شنو اللي هذه ممكن هذه ماشي ممكن، لان الانسان خاصك تكون معاه صادق. ما يطلبلكش الشمس، لان الشمس ما عندناش، حتى واحد ما في يدوش الشمس، داكشي بيد الله، ولكن على الاقل اللي ممكن نديروه حنا غنديروه. دونك عطاوني مجموعه ديال الطلبات ديالهم بحال اللي قلت لك، منها المجانيه في النقل الحضري، منها الولوجيات، ومنها الكوطا ديالهم في التشغيل، وطلبت منهم باش يجيبوا المجموعه كامله الاخرى اللي غادي تكون معاهم، وغنعطيهم غيكون استمرار ديال غيكون واحد لقاءات مستمره في التوقيت اللي غتسمح لي تسمح لنا به الالتزامات ديالنا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.